الفن هو الحياة، والحياة هي الحياة اللي كلنا بنعيشها، لكن فن الحياة هو إن إزاي تعرف تعيش حياتك لكن بفن. يا مساء الخير والجمال والفن على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال في حلقة جديدة من برنامج فانتوبيا. هكون معاكم أنا ريهام الصرفي كل يوم أربع الساعة 12 الظهر ولمدة نص ساعة. ولأن برنامجنا مختلف وبيتكلم عن كل ألوان الفنون، قررنا النهاردة أن يكون ضيفنا برضو مختلف ومشتمل على ألوان كتيرة من الفنون. ضيفنا رغم أنه هو كان عنده اتجاهات كتيرة في مجالات كتيرة، لكن برضو الفن بينتصر، ولأن الفن ليه سحره وجاذبيته الخاصة زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت، فهو برضو قدر يشده ليه. هيكون معانا النهاردة البلوجر ونجم من نجوم السوشيال ميديا وكمان بطل العالم في كمال الأجسام اللبناني زياد سرحان. هنعرف من زياد سر التوليفة ديت، ولكن بعد ما نطلع فاصل صغير استنونا. ورجعنا لكم مشاهدينا، والحقيقة أنا مش عارفة أقدم ضيفي وأقول البلوجر المحبوب ولا بطل كمال الأجسام المشهور. منورني النهاردة المهندس زياد، وكمان بإذن الله الممثل المنتظر. أهلا بيك يا زياد. إن شاء الله. إن شاء الله. منورني. أنا فيك، كيفك؟ الحمد لله. تمام. الحقيقة لما بنقول اسم زياد سرحان بنلاقيه مرتبط بمجالات كتير كتيرة جدا، وما شاء الله حضرتك محقق نجاحات في كل المجالات دي. الحمد لله. من مهندس زياد لضابط في الجيش اللبناني لبطل العالم في كمال الأجسام. قول لي بقى إيه حكاية بطولة كمال الأجسام دي؟ هل ده كان حلم ولا شغف ولا هدف كنت حاطه قدام عينك من الأول وعايز تحققه؟ طيب هسألك أنا أول سؤال، أنت عم تسألين أنا هسألك. ماشي. بدك نحكي لبناني ولا مصري؟ احكي اللي يريحك، إحنا المصري بيفهم كله. ماشي، هنحكي لبناني. لا، موضوع كمال الأجسام أنا كل عمري بتمرن، من يعني من مثل ما بتقولوا من عمت أظافري بتمرن. بس بتتمرن على كمال الأجسام ولا بتتمرن رياضة بصفة عامة؟ أنا الرياضة عندي يعني أساس. البرنامج اللي كان قبل شوية عم يتكلم على الهوس، هوس. بس الشغل اللي فيه أنا perfectionist، يعني ما بعمل شغل إلا ما بدي خلصها على الآخر. يعني لما بدي بلش بدي خلص، بدي أربح، بدي أكسب. فبطولة كمال الأجسام لازم تجيب أخرها يعني. بطولة كمال الأجسام كنت أنا عامل بطولة أول مرة ب 2016، بطولة برشلونة. رحت كنت بس عشان أغير جو، أول بطولة لبنانية طلعنا فيها بأول بعثة. فخلصت البطولة رحت على سويسرا عند قرايبين، أنا كنت عايش بسويسرا. فتفاجأت إنه في بطولة بسويسرا، قالوا لي معك 3 أيام بدك تشارك؟ قلت لهم أوكي. حضرت حالي بثلاث أيام بسرعة، دخلت بالبطولة، عملت رابع، رابع عالم وزن مفتوح ما شاء الله. يعني كانت فجأة، فقلت لا مش هينفع رابع. لا لا لا. حضرت حالي السنة اللي بعدها ورحت عملت أول. كبرت في دماغي بقى ازاي تطلعوني الرابع وانا جاي مع انه لا 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 مع انه احلى انا بلاقيها احلى من اللي طلعت أول، لأنه ما كنت محضر. يعني انا كنت محضر البطولة اللي قبلها وكان معي 3 ايام، نزلت وزني بشكل رهيب بثلاث ايام وشاركت ببطولة انا مش مجهز ولا بلاند ابدا، وعملت مركز رابع عالم وزن مفتوح. بس اكيد انت طول عمرك زي ما قلت بتبذل مجهود وتتاسس، لان مش حد يقدر في 3 ايام لا انا كنت جاهز، كنت عندي البطولة قبل يعني انا تقريبا جاهز. بس طبعا هي ليها تحضيرات مختلفه بالضبط، لانه اصلا كان وزن مختلف. ما بدنا نحكي بهالتفاصيل التقنيه يعني، بس شوف المفتاح لكل هيدا وكل النجاحات، المفتاح انك تحب الشغله اللي بتعمليها. يعني لما بتحب الشغل حتنجح فيها، بتحب التمثيل حتنجح بالتمثيل. بتحب ليه؟ لانك حتشتغل عليها. لما اي حدا بيسالني انا بدي اعمل دايت، بقول له يعمل، بقول لي ما بقدر. طب انت من الاول عم تعطيني انه انت مستسلم، يعني انا كيف بدي اساعدك؟ فاللي بيحب اي شغله ويشتغلها من قلبه بده ينجح فيها. طيب يا باش مهندس زياد، من اخدك بقى من كمال الاجسام لبطوله لبنان اربع مرات في الكاراتيه، مدرب قبل. سباحه قبل. وما شاء الله مدرب غطس. صح. ده من قبل كمان قبل. أنا مدرب صغير. غطس وفائز كمان بالاسبوع الاولمبي، جائزه الاسبوع. صح. الاولمبي، وانت في الاساس اصلا مهندس. لا ده كمان وانا صغير على فكره، ده كمان وانت صغير. يعني كان عندي تقريبا ده كل ده قبل ما ادخل الجيش. انا دخلت الجيش سنه تقريبا في ال 97 دخلت الجيش، فكل ده قبل بطولات الكاراتيه قبل. خدت بطوله بعد الجيش، وقعدت في الجيش تقريبا ثلاث سنين. كنت متطوع يعني، مش خدمه اجباري. حابب ان انت يعني. لا انا طوعت يعني، طوعت ودخلت.
كنت سنه اولى جامعه وبعد كده سبت الجيش وكملت دراسه وكملت كل الحاجات يعني ما استسلمتش. ومن كل الحاجات دي لبلوجر، احكي لنا بقى الحكايه او الحكايات الكتيره دي. نقله برضو الصفحه كانت عندي صفحه كمال اجسام، يعني انا عملت الصفحه لما لما كسبت مركز اول عالم. مالتي دي رايك بالمصري؟ ها لا انا رايي بالمصري هقوله لسه، ما تقلقش. ماشي طيب، لسه انا هخليك تكلمنا مصري. اللي سامعك مش هسيبك على فكره. فكنت الصفحه عشان كمال اجسام. ومثل ما بتعرفي انت، الناس كلها ما بتحب يعني تتفرج على تغذيه وكمال اجسام، بيحبوا الفن اكثر. تمام. فحتى توصلي لقانون بدك تورجيك، بدك تعملي طريقه فن. فالصفحه كانت تقريبا الى كنت عايز توصل للناس اكثر؟ لكن لان انا بحب كتير اعلم. انا يعني مثلا كنت امبارح عم بتمرن، لقيت واحد عم يتمرن غلط، انا بهرج مش حقدر مش قادر ما توجهوش. قلت له غلط، بليز ما هيك بتمرن. فعلمته شو يعمل، هيدي شغلي عندي من جوا دمي. انت كمان بتعمل فيديوهات عن التغذيه وانظمه الدايت وبتكلم الناس. صح، مش بس هيك، انا يعني فتره عم بحكي از لايف كوتش، عم بحكي عن الموضوع اللي كتير شغلني، موضوع التربيه. هلا نقلنا، بس حقول لك الموضوع هيدا باختصار. موضوع التربيه، ليه بنحكي عن التربيه وليه بنحكي عن الاطفال وليه بنحكي شو بيصير؟ لانه نحن الهيستوري تبعنا هو اطفال. فانا بعطي مثل دائما، مثلا المثل شو هو؟ اذا انت اشتريتي سياره عربيه، اشتريتي عربيه مستعمله عمرها 5 سنين كده، كل شهر حتدخل الجراج تصلحي حاجه، كل شهر حاجه. ليه؟ لو رحتي الجراج او رحتي الشركه حيقولوا لك الهيستوري بتاع العربيه دي من اول ما طلعت العربيه دي فيها مشكله 1 2 3 كده حتعرفي. فنحن زي بالضبط زي العربية، يعني لو شفتي طفولتنا حتعرفي نحن وصلنا لإيه. لو شفتي المعاناة في الطفولة أو الدروس اللي أخذناها في الطفولة حتتكون شخصية الراجل أو الست. فعشان كده أنا بتكلم كتير في as a life coach عن التربية والكلمة. بتلاقي مثلا ناس كتير التغذية كمان. التغذية مهمة، بصي لأنه برضو أي أنت دارس حاجة في التغذية؟ دارس التغذية الرياضية. بس لأنه كل رياضة لها تغذية معينة. يعني أنا برضو ناس بتكلم معي، أنا ابني عنده 15 سنة بيلعب سباحة وما بيتقدمش، ما بيتغيرش الرقم بتاعه مثلا، أو بيجري، حد بيجري ماراثون وما بيجيبش نتيجة. وبيأكل زيه زي أي رياضي عادي مثلا. لا مش زي الرياضي، لا أنت مش زي لعيب الباسكت بول ولا زي كمال أجسام ولا زي، أنت محتاج مثلا سي محتاج كاربز أكتر، نشويات أكتر، محتاج بروتين أكتر. مثلا اللعيب اللي بيلعب مثلا سباحة محتاج بروتين أكتر من الكاربز. لو مسافات قصيرة كل واحد حسب رياضته. بالضبط. فالتغذية الرياضية دي مش منتشرة قوي عندنا في المجتمع العربي للأسف، إنه كل رياضة ليها تغذية معينة. اللي عايز يخس لازم يأكل كذا، اللي عايز، تلاقي ناس على الانترنت بتلاقيها بتدور على الانترنت بتجيب بلان موجودة خلاص. هنكمل الموضوع ده بس بعد ما نطلع فاصل صغير مع زياد سرحان وراجعين لكم تاني. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين من الفاصل، وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن التغذية. والحقيقة يا زياد، لأن برامج كتير اتكلمت معاك في موضوع التغذية، فأنا عايزة منك في سطر واحد إيه النصايح اللي توجهها عشان الإنسان يفضل محافظ على الشيب بتاعه وصحته. بكل اختصار، الوجبات المتوازنة، يعني بكل وجبة يكون فيه فات اللي هو دهون، شوية دهون، بدهون مش بتكلم عن الدهون السيئة، الدهون الجيدة، بروتين ونشويات كاربس. فلو الوجبه متوازنه محدش يعني مش هيخسر وزن ولا هيكسب وزن. فالوجبات المتوازنه يعني دي اسهل حاجه، هيحافظ على وزنه. كل وجبه يكون فيها مصدر بروتين. يعني بتلاقي الناس كتير بتعمل مثلا معكرونه بالبشاميل، محدش يكرهني ده. طب فين البروتين في ده؟ يعني في شويه بروتين في البشاميل شويه. لا المحشي فيه شويه لحمه برضو. بس عشان كده انا بقول وجبات متوازنه، يعني كميه البروتين والريشيو او النسبه ما بين البروتين والكاربز تكون كويسه. لو قلنا مثلا نفس النسبه مش 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 مشكله، يعني بس الواحد يعمل توازن في اكله. توازن. طيب انا هرجع لموضوع البلوجر. جه ازاي بقى موضوع البلوجر؟ لا مش ناسيك، مش هسيبك، قلت لك. طيب جه ازاي؟ زي ما كنت بقول لك، الناس مش كل يعني مش طول الوقت بتحب الناس حد ينصحها ويتكلم، فالناس بتحب الفن. فكنت مره خارج من الجيم، وبتعرفي الجيم وبعد التمرين الهرمونز بتاعت السعاده بتعلى. فكنت بسمع على اغنيه وصورتها، صورتها فيديو، انا ليب سينجينج يعني مش صوتي. بس انا مبسوط بالاغنيه، وبعد كده نزلت الاغنيه دي على الصفحه بتاعتي،
وعملت بوم مش طبيعي. فبقى عدد مشاهدات هستيرية. بالظبط يعني، والناس خدوا الفيديو من عندي وحطوه على صفحات تانية والكومنتس يعني، فجأة كان عندي 500 بس، فجأة بقوا 20,000 25,000 في فيديو واحد. في فيديو واحد بعد كده حطيت فيديو تاني، بعد كده الناس بيقولوا لا ده مش هو، ده حد تاني. فطلعت لايف، فأول ما طلعت لايف الناس ابتدت تسألني عن التغذية وازاي تخس وأنواع الدايت الكيتو والانترميديت وكذا. فابتدى الموضوع كده ومن هنا جيت بلوجر. طب من بلوجر لموديل إعلانات وتصوير، الموديل دي ولا من موديل إعلانات لبلوجر، إيه اللي ابتدى الأول؟ لا موديل الإعلانات دي قبل بكتير، دي من وانا عندي من وانا عندي 20 سنه انا بصور اعلانات وبصور مسلسلات يعني، بس انا بشارك قليل، انا ما بحب اشارك كتير لانه ما فيش حاجه يعني عجبتني. انت عارفه يعني طبعا الواحد لازم ينتقي الحاجات اللي حتى الاعلانات برضو انا كان تعرض عليا كتير فيديو كليبس، انا ما بحبش اعمل فيديو كليبس. تفتكر اول اعلان عملته كان عن ايه وفين؟ اول اعلان كان اعلان اعتقد اعلان نسكافيه. احنا دلوقتي عملنا له اعلان. لا تخيلي الوقت ده ما كنتش بشرب قهوه اساسا. قديم. وكان اعلان حلو قوي، بس اعتقد ده كان في الخليج صح؟ ده كان للبنان. لبنان، وكان تقريبا قبل رمضان بشويه. وبعد كده اعلانات رمضان، مش عارف ليه بياخدوني اعلانات رمضان دايما. طب هي الاعلانات خلت عندك حب واتجاه وميول للتمثيل؟ ابدا. امال ايه بقى؟ اصل انا عارفه ان انت لا بص التمثيل التمثيل انا بتحب تمثل. التمثيل انا من وانا صغير، عشان انا من وانا صغير بحب الاكشن، فبحب العب كاراتيه من وانا صغير يعني. طبعا انا يعني ما كانش عندي 15 سنه فجاه وقلت انا العب كاراتيه، ده انا بحبها من وانا عندي، من اول مره شفت فيلم مثلا عن يعني. انت عايز تبقى ممثل اكشن؟ بالظبط. طب فده كان لك دور غير الاكشن؟ لا مش هقول، لا مش هقول، انا دلوقتي انا اصلا بمثل دلوقتي في الورشه، باخد ورشه تمثيل. يعني انت ما اعتمدتش على الموهبه اللي عندك بس، لكن رحت ورشه تمثيل. ما دي البرفكشنست مش هيعتمد على حاجه صح. عنده ده حيدين تمام. لا في ناس بتعتقد ان انا موهوب فانا مش محتاج اتعلم. دي الناس المغروره للاسف. طب وبالنسبه للكنه اللبناني دي عامله معاك ايه في ما عشان كده بتكلم معاك المصري. شفت ليه؟ لا انا عملت كورس برضو تصحيح لكنه. والله بتاخد كورس هنا في مصر؟ عملت كورس تصحيح لكنه وتيمبو. طب ما تقول لنا كده جملتين مصري ولا مثلا مصري. انا بتكلم مصري على فكره، انت مش لا انا عايزه جمله انا عايزه مثل مصري حاجه كده. مثل مصري من لا انا مشاهد اللي نعرفها كلها هي مشاهد المسرحيات بتاعت عادل امام والعيال كبرت. قول لي اي حاجه شعبيه، حاجه من العيال كبرت. حاجه ما فيش غير جاموسه راحت تقابل جاموسه. طب دي أكتر حاجة. طب قولها لنا. لا دي بغنيها مش عارف. طب غنيها لنا، انا كده كده كنت هخليك تغني على فكره. لا 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 مش هغني. انت جبته لنفسك بقى جاموسه، ما لقيتش غير دي. انت اللي جبتها، انت اللي جبت سيرتها. احنا بنتكلم عن البلوجر، خلينا في البلوجر والحته اللايف كوتشنج وازاي ننصح الناس تغير العادات السيئه. على فكره الكنترول بيقولوا لي عايزينك تغني. لا. انت بتدندن مع مشاهدينك في فيديوهات كتيره ومتابعينك وبيجيب ما شاء الله بتحقق. مظبوط بس ما بغنيش. طب واشمعنى سبت مجال الغناء؟ ما كنت تاخده بالمره يا راجل. بصي لا انا يعني رحم الله امرئ عرف حدا فوقف عنده. فلا انا ما عنديش صوت غنى. انا يعني بدندن بس ما بغنيش. لا لو عندي انا دايما واثق في موهبتي بس ما عنديش صوت للغنى يعني. يمكن لو اتمرنت ممكن يبقى يتحسن سيكا. حلو ان الواحد يبقى عارف امكانياته وما يجازفش بيها، لان ممكن الواحد يبقى حاسس ان هو في حته ضعيف بس الغرور ياخد بعض الناس زي ما انت ما قلت يقوم يضيعه. ما الغرور ده مشكله ودي اول خطيئه يعني. شوف سبحان الله دي اول خطيئه واكثر الغرور. اول خطيئه. طيب الناس بتلاقيها واثقه من نفسها على ولا حاجه وشايفه نفسها قوي يعني. انت تثق بنفسك بس ما تشوفش نفسك، بس ما تتغرش بين الغرور والثقه شعره. البلوجر بقى هرجعك لنقطه البلوجر. البلوجر ضاف ايه لزياد سرحان؟ شفت الناس بتحبني قوي وحبيت الموضوع ده يعني. ده رزق على فكره. وانا بقيت يعني ملتزم معهم يعني دايما لازم. انا حاسس دايما اني انا لازم ملتزم واتكلم معهم دايما، بطلع لايف ولما ما اطلعش مثلا بيسالوا عليا. يعني انا اصلا كنت واصل لسه بقى لي 10 ايام هنا وعملوا لي الناس الفانز عيد ميلادي ده. انا ما اعرفش حد عملوا لي حفله من احلى حفلات في حياتي كلها يعني. متخيله انا اصحابي واهلي واكس واي زد ما عملوش حفله دي، وعملوا لي ناس هنا حفله حب يعني. الناس نعمة. طبعا. طب في بلوجرز كتير على الساحه، انت شايف انت بتتميز بايه عن باقي البلوجرز، او ايه اللي مخلي ناس كتيره تحبك بالمنظر ده لدرجه انا سمعت ناس استقبلتك في المطار وناس عملوا لك حفله زي ما انت بتقول وحاجات تانية؟ لا بتلاحق كتير في الموضوع ده. انا في مره نزلت كنت بمشي الكلب الصبح لقيت عربيه وقفت يعني كانه شم. يعني
شفت تشامب كلب تشامب. أيوة. انا من المتابعين اصلي لقيت عربيه وقفت فجاه، انا قلت خلاص يعني كبسه يعني الجيش هيمسكوني. ولقيت واحده بتقول لي مش مصدقه نفسي. انا قلت والله في ايه في ايه، هات لي زياد. قلت لها خضتيني، فكرت في مصيبه، افتكرت جاي اشوف رخصه الكلب. بس انت عامل رخصه للكلب بتاعك كده كده؟ اه طبعا عملت رخصه. انا اصلا اول ما دخلت الكلب اتحجز في المطار وعشان كورونا، بس عملت كل الورق الحمد لله. الحمد لله. طيب كنت بتساليني ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ بصي انا بتكلم يعني دايما في حاجات بتفيد الناس ومن غير مقابل. فانا ياما اديت للناس بلان دايت او نصايح عن التمرين، حتى بيبعتوا لي مسجز وبرد على الناس كلها فور فري. فده الفرق. يعني اكتر الناس بتلاقيهم في حته البلوجر واخدين ده الموضوع عشان شويه مثلا ممكن مصدر مادي او حاجه تانية بس او شهره اكتر. انا انا بساعد. فالموضوع انا عندي انا بحب اني اساعد. انت بتحب مساعده الناس والناس أوي. بتحس الكلام دوت، وبالتالي بتبقى انت قريب من الناس وهم قريبين ليهم. حب الناس ده ما بيجيش من فراغ. طيب انت عايز اسالك سؤال بعيد شويه عن البلوجر، هرجعك للبلوجر لو عايز. ربنا يستر. انت عشت في لبنان طبعا واوكرانيا والامارات وسويسرا. ليه لما اخترت ان انت تدرس تمثيل جيت لمصر؟ ما انت شوفي انا قلت لك انا حصل ايه. انا كان بقالي 10 ايام هنا واتعمل لي حفله هنا مش طبيعيه. ده من الاسباب، حب الناس ليا. وبعدين الشعب المصري الجدع يعني بطبعه، يعني ما بتلاقيش ده وما تروح يعني مش هتلاقي. ما حدش بيحس بغربه في مصر. انا ما بحسش بغربه ابدا على فكره. انا كنت مبسوط. انا لسه راجع على فكره من يومين على مصر. انا كنت في لبنان في زياره بزور اهلي. فانا وهناك انا حاسس ان انا مسافر. انا هنا راجع لبلدي. كنت مبسوط قوي اني راجع، يعني حياتي هنا وخلاص. خلاص دي بلدك. ما بتحسيش ده في سويسرا. ما بتحسي دايما انك غريبه، فاهمه؟ وحتى الامارات بلد عربي وكلها عرب ولبنانيه ومصري، بس لا انت غريبه. انا هنا حاسس انه ده بلدي خلاص. مين يا زياد بالنسبه لك كممثل عربي او مصري هو قدوه بتاعتك، او تتمنى في يوم ان انت يتقال زياد في مستوى الممثل الفلاني؟ بصي طبعا كل الناس هتقول لك نفس الاسم، بس انا برضو بحب حد تاني اللي هو اقدم شويه، هو ابن عمي يعني. شكري سرحان بحبه قوي. ابن عمك؟ شكري سرحان ده فيك جذور مصريه بقى. طبعا امال ايه. قول بقى كده. احمد زكي طبعا الله يرحمهم، رحمه الله عليهم. طبعا طبعا. بس انا ما بحبش احمد زكي عشان الافلام اللي عملها اخر افلامه لا انا بحب احمد زكي عشان الرحله بتاعته. بصي لو شفتيه انت في مدرسه المشاغبين. طبعا احمد زكي نجم محدش يختلف عليه. ده مدرسه لوحده. مدرسه المشاغبين. لا والله حتى دوره رغم ان هو كان صغير انما كان متميز. بس شوف الرحله بتاعته، الاجتهاد، وده سبب النجاح. المجهود في كل حاجه. الاجتهاد يعني مش المجهود، الاجتهاد اللي بيعمله. دايما بيشتغل على نفسه دايما 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 عشان يوصل. وبيتنوع في ادواره. عمل من المدمن للرئيس الجمهوريه. طبعا للبواب. طبعا طبعا طبعا. عشان كده بقول لك عايزين ادوار ان شاء الله في الفتره الجايه غير الاكشن. لا في الورشه انا عملت حاجات كتير يعني مش هتكلم عليها بعدين. هتقول لك بعد الهوا. احنا نتفرج عليها. انت هتقول لي بعد الهوا؟ ماشي خلاص اتفقنا. انا هعتبر ده وعد. شخصيتي كليا. وهو ده الاحتراف. طبعا عشان كده. عشان كده الحمد لله. يمكن الحمد انت الشيب ممكن يحصرك شويه في ادوار الاكشن زي ما قلت. لا بص برضو انا عملت دور حد يعني متردد وخايف وبيتهته، وكنت لابس واسع وما كانش باين جسمي ابدا يعني في الورشه. فبعد ما خلصت المدرب كان هيعيط، قال لي قام حضني. والله العظيم انا بعد الهوا اتفرج على الحاجات دي. عامه الاصرار والعزيمه وان الواحد يحط هدف قدام عينه هم سر من اسرار النجاح. مش شرط ان انت تنجح في مجال واحد، لكن ممكن تنجح في مجالات كتيره وتتفوق فيها بنفس الطريقه ونفس الكيفيه. واظن ضيفنا النهارده خير مثل على كده، لانه ادى كل الاتجاهات اللي دخل فيها من كمال اجسام للبلوجر لظابط لاعلانات بنجاح ساحق، لانه اتكل على الله اولا وكان عنده هدف وما قصرش في حق نفسه. بالزبط. من ناحيه تدريب او مجهود او محاولات. فانتوا كمان ممكن تنجحوا في كذا مجال بالاصرار وبالعزيمه والنجاح. زياد سرحان شرفتني ونورتني. وكانت حلقه جميله معاك. للاسف خلصت حلقتنا اعزائي المشاهدين. لا خلينا شويه بقى. المره الجايه. ماشي المره الجايه. احنا مش عايزين نسيب القعده معاك بصراحه. ماشي. خلصت حلقتنا اعزائي المشاهدين. استنوني في حلقه جديده وضيف جديد الاربع الجاي. انا بقول دايما الساعه 12 باي يا حلوين. فانا دلوقتي بنقول لهم باي يا حلوين. انت قول لهم باي يا حلوين. بص الكاميرا قول لهم باي يا حلوين. باي باي يا حلوين. وانا هقول لكم دمتم بخير وصحه وجمال.